حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم يحدث اباه عن عمه عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى فاستسقى فاستقبل القبله وقلب رداءه وصلى ركعتين قال ابو عبد الله كان ابن عيينه يقول هو صاحب الاذان ولكنه وهم لان هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الانصار